التواصل يستمر والأشواط تتوالى في أرضية هذا الميدان. الشوط السابع في أشواط هذا الصباح، سابع الأشواط يحمل في طياته في أشواط اللقاية، السابع يحمل أبكار اللقاية في هذا المنطلق، يحمل شعارات وأسماء. هذه تأتي عطارد على المركز الأول، يمع بن سعيد بن علي الرزي يتقدم على المركز الأول مع الانطلاق، بينما المركز الثاني ملهمة تأتي في المركز الثاني، سعيد بن راشد بن محمد الغيلاني على ثاني المراكز. المركز الثالث هذه سمو تأتي لأحمد أو حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة على المركز الثالث، والمركز الرابع الوثبة ومحمد بن سعيد بن مطر الرميثي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هذه هي نوادر لمنصور بن محمد بن خميس الشامسي. هذه النتيجة للمراكز الأولى في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان، على انطلاقات هذا الميدان بتحدي وبأثاره وبانطلاق جميل في أرضية هذا الاندفاع في تحديات وأثار حاضرة في هذا الانطلاق. يا سلام، عودة إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاق الأول، وهذه اللي تتصدر براقة هذه، ولا عطارد يمع بن سعيد بن علي الرزي أو الزرعي يمع بن سعيد بن علي، نعم الزرعي، صحيح الزرعي هذا وليس الرزي. عموما على كل حال في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل، وهذه عطارد يمع بن سعيد بن علي الزرعي الذي ينطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني سمو لأحمد بن سعيد بن منانة يأتي في المركز الثاني، بينما ملهمة في المركز الثالث، سعيد بن راشد بن محمد بن سالم الغيلاني يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الرميثي الوثبة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الخامس نشوف الخامسة بعيد. عموما على كل حال نكتفي بهذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة على أرضية هذا الميدان في انطلاقتها وتحدياتها في هذا الاندفاع الجميل والرائع في تحديات هذا الشوط في هذا المنطلق الجميل. نعود إلى المراكز الأولى وهذه سمو اللي غيرت إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، وقادت الشوط لحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة تسيطر على مقدمة هذا الشوط، وتقود ملهمة سعيد بن راشد بن محمد الغيلاني تأتي في المركز الثاني، والمركز الثالث هذه عطارد ليمع بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم في هذه اللحظات، بينما الوثب لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي في المركز الرابع. هذه الأربع المراكز، شوف هذا الملتقى وشوف هذه النجومية وهذا هذا الحضور لملاك الأصايل في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى المراكز الأولى مع هذا الاندفاع وهذه الأثار الحاضرة. راح الرميثي ينطلق مع الوثبة محمد بن سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، يتقدم أهالي السمحة، يتقدمون أهالي الطف، يسيطرون كالعادة، يقدمون هذه التحديات والأثار الجميلة. يا سلام، ما شاء الله، بن فرات المركز الثاني تأتي فيه سمو حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة يتقدم، بينما هناك من الجانب الآخر ملهمة لسعيد بن راشد بن الغيلاني يتقدم في
هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الأمتار الأخيرة. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، نسير مع المركز الأول. الوثب الوثب الوثبة هاداها جميل بدون أوامر، بدون أوامر ما شاء الله انطلاقتها جميلة للقاية. ومحمد بن سعيد بن مطر الرميثي، يا سلام، وعصاها مغروس هبطانها بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، تقرب من خط النهاية بالفوز وناموس الوثب. سعيد بن مطر الرميثي، تهانينا لحظات الوصول إلى خط النهاية وإعلان الفوز وناموس المركز الثاني مع الزرعي اللي هي يمع بن سعيد الزرعي، والمركز الثالث في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. تهانينا والناموس للجميع. التوقيت يا سيد 6:25 توقيت هذا الشوط.